عشان شي كنسمع واو غادي يكونوا خونهم ليه. مشكلة هادي يا قلت لك الوعد ودي ما سهلش. هو ما دار والو، عطاني فلوس اتفقنا انا وياه وسني سمع الكونطرا ديال المشروع. انت عند بالك الوعدودي غادي يعطيك الفلوس بهذه السهوله هذه غير هكاك بلا والو؟ سنيت لي اعتراف بالدين. واش انت كتعرف الوعدودي ولا ما كتعرفوش؟ هذاك راه يبيع القرض ويضحك على من شراه. دابا يقدر هو اللي يحرش عليا دوك جوج باش تساق لي الفلوس. انا غير تنفكر معاك بصوت عالي وصافي. انت تعرف انا مشات ليا من بالي، هو اللي قال لي هز معايا الفلوس. حرام خطير. بليس فين غادي؟ عندي البوليس. اش غتمشي تقول للبوليس؟ عطاني الفلوس وعاود سرقهم ليا، عندك شي دليل؟ صح ما عنديش. شوف انا الحل الوحيد اللي تيبان ليا، غتشوف كيفاش دير تدخل البيرو ديالو وتنتسرق ليه الاعتراف بالدين ديالك. واش كيفاش بغيتي ندير؟ السيكريتير كاينه في الباب وكاينين الكاميرات. ما بشويه عليك، بحال داكشي راه خصو التخطيط. خليك دابا وي mission accomplie. D'accord. Et là, bye. وزعما يكون هذا الولد تولد وطار؟ ما يمكنش. راك شتي الفيديو شحال عاودناه من مره. ما بنا حتى شي واحد داخل ولا خارج بشي طريبيه. موليدات شتي معاهم؟ لا لا، موليدات حتى وحده فيهم ما خرجات. والكاميرات كما شتي ما كاينش شي حد خرج بشي طربيه. واش دابا اللي خطف بغيتي يوريك الطريقه اللي خطف بها؟ لا، راه كاين 70 مليون الف طريقه باش يخطفوا، خصوصا هاد الايامات اللي حاضينهم حنا. شوف غتمشي وتحلي عينك مزيان على الداخل والخارج للسبيطار. بان ليا والو. شكون هما اكثر ناس شفناهم في الفيديو؟ طب ناس ما نصحبش عليك.